Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawm Al-Din. Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in. Ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة وقال
تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. All praise is due to Allah. We praise Him and we seek His aid and forgiveness, and we seek refuge in Allah from the evils of ourselves and bad deeds. Whomsoever Allah guides, no one can mislead, and whomsoever Allah lead astray, there is no guidance for him. I bear witness and testify that there is no deity worthy of worship except Allah, and I bear witness that Muhammad is his last messenger, sallallahu alayhi wa sallam. And to proceed, my brothers, tonight's hadith is hadith reported in Musnad al-Imam Ahmad, narrated by Abu Hurairah, radiallahu anhu, the great narrator of the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, who narrated most of the hadith of the month of Ramadan. In this hadith, Abu Hurairah narrated that Prophet Muhammad said, sallallahu alayhi wa sallam, شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهركم هذا أو أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مر على المسلم على المؤمنين شهر هو أخير لهم منه. وما مر على المنافقين شهر هو أشر عليهم منه. ذلك بأن الله عز وجل يكتب خيره ونوافله قبل أن يدخله، ويكتب إسره وشقاءه قبل أن يدخله، وذلك لما يعده المؤمن لهذا الشهر من العمل الصالح، وما يعده المنافق من اتباع عورات الناس، فهو غنم للمؤمن يغتنمه المنافق. وغنم للمؤمن يغتنمه المنافق. هذا الحديث tells us that the Muslims are two types in the month of Ramadan. The believers and the hypocrites. The hypocrites are believers in the dunya. In dunya, they are Muslims, right? So in the Day of Judgment, the Muslims will be divided into two groups. Real believers, sincere believers, truthful Muslims, and hypocrites. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all of us from hypocrisy. So the Prophet alayhi salatu wasalam here is saying something Abu Hurairah is swearing upon it to prove it to those who are hearing him. He said, أَظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا. This month of Ramadan came to you, alhamdulillah. Then he swore to them. The way Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam swore to Abu Hurairah. He said, بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللَّهِ. He swore by Allah subhanahu wa ta'ala. مَا مَرَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ شَهْرُ وَأَخْيَرُ لَهُمْ مِنْهُ. That means there is no month in the entire year is better than the month of Ramadan for the believers. It is the chance, the big chance for every Muslim to repent sincerely and to fast and to pray the night prayer and to recite the Quran and to recite the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala and to donate for the sake of Allah azza wa jalla and to give. The believers is preparing for that. And the Muslims used to prepare for that from the month of Rajab. They used to call the month of Rajab, Rajab Shahr al-Zar'. They prepare from Rajab. And they plant their seeds in Rajab. Then they elevate the level of worship during Sha'ban. They water their seeds to be able to harvest in Ramadan. So some companions and some tabi'een, the followers of the companions, used to save money for the month of Ramadan to take the month of Ramadan off. They don't want to work in Ramadan. They want to worship Allah subhanahu wa ta'ala in every part
of that fasting day. So they eat their suhoor, they pray the sunnah of Fajr, they pray the Fajr in Jama'ah, they recite the remembrance of the morning after Fajr, before sunrise. And after sunrise, they pray Salat al-Duha. They pray the sunnah of Dhuhr. They pray Dhuhr in Jama'ah. They recite the remembrance of after praying, after every prayer. So they don't want to miss anything. They don't want to have any excuses, right? They pray the Taraweeh and they have time to do it. They make it long. You know, Prophet Muhammad used to recite in one rak'ah, Al-Baqarah, and the Ali Imran, and the Nisa, in one rak'ah, sallallahu alayhi wa sallam. And Umar radiallahu anhu increased the amount of rak'ahat of Taraweeh to 23 rak'ahat. 20 plus 33 rak'ahat witr. And even Imam Malik, in his school of thought, they pray 36 rak'ahat. They prepare themselves for that, to prove their iman and to prove their commitment to earn the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the condition of the believers. They are committed to please Allah subhanahu wa ta'ala. So my advice to myself and to all my Muslim brothers, when you do your salah, put in your heart that you want to please Allah azza wa jalla. Don't do your salah as if it is burden and you want to get rid of it. Some people, they pray just to fulfill their duties and get rid of it. The way you do your work when you go to work in company or in office or in something like that. No, when you worship Allah to please Him. When you recite the Quran, put in your mind that you are reciting in a way that pleases Allah subhanahu wa ta'ala. When you spend, it's spent to please Allah subhanahu wa ta'ala. Everything you are doing, do it to please Allah subhanahu wa ta'ala. And if you missed the preparation time in Rajab and Sha'ban, prepare yourself to your mission in Ramadan day by day, part by part. When you fulfill something, prepare yourself for the next. Whether it is obligation or preferable action of worship, prepare yourself and put in your mind that you are one of two people. Whether a sincere and truthful believer or hypocrite. Because the Prophet said, this is the best month for the believers. No other month is better than Ramadan. And this is the worst month for the hypocrites. And the hypocrisy are two levels. The highest level of hypocrisy, the hypocrisy of the disbelievers. Those who say we are Muslims and in fact they are not. And there are nifaqun amali, which is practical hypocrisy. Yes, they are Muslims. They believe in La ilaha illallah and Muhammad Rasulullah. Yes. But their iman is too weak, so weak. So when they speak, they tell lies. When they promise, they break their promise. If you trust them, they abuse your trust. They are fasting from food and drink, but they are gossiping and cursing and backbiting. So they live in practical hypocrisy. Yes, they are Muslims, but they are not good Muslims. So the Prophet said, this month is the worst month for all kind of hypocrites. Why? Because at the end of the month, Allah subhanahu wa ta'ala will bring some of His servants closer to Him and He will distance some of them. It is clear in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which he mentioned in it, that Angel Jibreel came to him and made dua against the one who will get the chance of Ramadan and he will lose it. رَغِمَ أَنْفُ مْرِئٍ أَدْرَكَ رَمَضَانٍ ثُمَّ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ. يعني he is loser whether he likes it or not. The one who got the chance of Ramadan got the chance for the forgiveness of Allah and the mercy of Allah. He got the chance for his tawbah to be accepted and he lost the chance. He got out of the month while his sins are not forgiven.
So Allah subhanahu wa ta'ala will distance him. He will send him away. So after Ramadan, every and each one of us, whether he comes the closer to Allah, his condition will be worse than his condition before Ramadan. He will be distanced from his Lord subhanahu wa ta'ala. So as the believer prepares themselves for the worship of Ramadan to achieve their goals, the hypocrites are preparing for Ramadan. What you all knew, new movies, they call it Ramadanic movies. New episodes, they call it Ramadanic episodes. So they work the entire year to prepare new movies, and new songs, new episodes, and other things only for Ramadan. To take people's time from Allah Azza wa Jalla. To keep corrupting their hearts. To keep corrupting their hearts. Even during the month of Ramadan subhanahu wa ta'ala. So whether they are Muslims or not, this is a practical hypocrisy that the believers must stay away. So my advice to myself and to all of you, my brothers, don't say, I'm going to watch one episode, I'm not going to follow after that. I'm going to watch the first day of the prank, Ramadanic prank, but I'm not going to do after that. Once you do the first, that will attract you to hear the second. And the second will attract you to hear the third. And once you go day after day, you'll find yourself citing the moon of Shawwal and lost the chance. So Ramadan is ghun yaqtanimuhu al-mu'min. Win. Achievement for the believers to achieve and to win. And the hypocrites, they take advantage of the month to disobey Allah more. And to mislead others more and more and more. So Ramadan is not the month of the TV. It's not the month of the TV, it's the month of Allah. Focus in every part of every day to achieve your goal. And to get out of this month with clean record with Allah subhanahu wa ta'ala. To get out of this month with a sound heart. To get out of this month where Allah subhanahu wa ta'ala freed your neck from the punishment of hellfire. So I ask Allah subhanahu wa ta'ala to enable us to fulfill our duties during this month and to achieve our goal. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaim maghfiratik. والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين تقبل صيامنا واغفر ذنوبنا وقونا على القيام وأعتق رقابنا من النار وبلغنا ليلة القدر يا سميع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول
يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور
سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم الله أكبر
سميع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا فيه يسر الله اكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allah Akbar. Allah Akbar. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك،
إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت وتعاليت لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم إنا نعوذ بك من شتات الأمر ووساوس الصدر اللهم اجمع شتات قلوبنا اللهم اجمع شتات قلوبنا اللهم عجل بتفريج كروبنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين اللهم انصر المستضعفين والمظلومين وفك أسر المأسورين وأد الدين عن المدينين واقض حوائجنا وحوائج المسلمين يا مجيب السائلين لا تردنا خائبين يا مجيب السائلين لا تردنا خائبين يا مجيب المضطرين أجب دعاءنا يا رب العالمين اللهم نجنا من القوم الظالمين اللهم نجنا من القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم أخزهم وانصرنا عليهم واشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم وتب علينا يا رب العالمين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا نعوذ بك من النار نعوذ
بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك الجنة ونسألك الجنة ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Our brother Ahmad Masoud informed me that his brother Mahmoud passed away today with cancer. And he is asking for your dua. Inshallah, we dua for him. And you remember your brother in your dua. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ahmaduka Rabbi Haqqa Hamdik wa ashhadu an la sharika laka fi mulkik wa ashhadu anna Muhammadan abduka wa